مش هتاخد مجهود من النادي الاهلي، ولا انت تقول ان احنا ممكن نحل ديت بطريقه تكتيكيه او تكنيكال مختلفه؟ السؤال ده رائع جدا. ليه؟ عشان طريقه اللعب كمان في ال 4 4 2 صعبه، يعني في ال 4 2 3 1 انت عندك في مجموعه في نص الملعب، عندك اثنين خطر وسط وعندك بلاي ميكر بيرجع لهم صحيح في الشق الدفاعي، فبالتالي عندك ثلاث لعيبه، فبالتالي الكره التانيه المفروض تبقى سهله بالنسبه لك. لكن في ال 4 4 2 انت عندك اثنين مهاجمين، هنا يجي بقى الدور بتاع مروان، هو اللي لازم اول واحد يضغط، ومحمد شريف يبدا ياخر نفسه او ايا كان يا ده يا ده ياخر نفسه يعني. سن. لكن هنا احسن فيها يا كابتن هاني ان مروان فعلا في ضغطه مخيف. مروان طويل وجسمه عريض، فبالتالي وهو بيضغط عليك بيجبرك انك عايز تاخد قرار، انك لو ما خدتش قرار مروان عنده القدره برجله يقدر برجليه يقدر يقطع الكوره، فلازم تاخد انت قرار سريع. فبيأثر وقت المدافع في التصرف بالظبط. لكن محمد شريف ميزته ايه في الضغط؟ السرعه، ان هو سريع، وهنا ده شكل مختلف، فالسرعه هتفيد محمد شريف لما يبقى يرجع شويه يرجع سيدنا متاخر شويه. لكن مروان محسن هو اللي بيضغط، وبالتالي انت كل هتعتمد عليه ان هتجبر ان اللاعب اللي يلعب الكره الطوليه يلعبها وهو مستعجل، فبالتالي الدقه بتاعتها اكيد مش هتبقى بنفس الدرجه اللي هتبقى عليها لو هو بيلعبها وهو مستريح. صحيح. فهنا وده شفناه حتى قدام فيتا كلوب، لعيبه فيتا كلوب فعلا كانوا واقفين في اول نص ساعه من المباراه مش عارفين يعملوا ايه. صحيح. اسلوب لعب النادي الاهلي فعلا خلاهم قفلوا. وعايز كمان اشيد بالتطور اللي حصل لمجدي قفشه على ناحيه الطرف، لو نفتكر مباراه قدام نادي الزمالك ايام رينيه فايلر لما قفشه كان هو قدام محمد هاني، واحنا انتقدنا ساعتها قفشه كتير، بس طريقه اللعب كانت مختلفه. صحيح. بس يعني قفشه طبعا ما بيلعبش على الطرف بالزبط. لكن شفنا تطور، ما احنا لازم برضه نشيل باللعب يا كابتن. طبيعي. لا طبيعي ان هو بيتطور، بيحاول يطور نفسه وبيرجع يساعد في الجزئيه. صحيح. دي هو موجود ناحيه الشمال وشفناها حتى قدام فيتا كلوب، ما حسيناش ان الجبهه اليمنى للنادي الاهلي تضررت لما قفشه لعب قدام محمد هاني، وشفناش ان الجبهه دي تم اختراقها زي مثلا ما حصل في مباراه الزمالك لما النادي الاهلي اتغلب 3-1. فده هو ده الارقام والاداء هو اللي بيخلينا نقول لا يا جماعه النهارده لازم نشيد باللاعب ده، فبالتالي ان شاء الله ما فيش اي قلق او اي خوف من قفشه اذا لعب على الطرف. وربما موسيماني يفاجئنا هو عايز يرجع 4-2-3-1 ربما، احنا بس بنقول بعض افكار يعني الامثله اللي حصلت قدامنا. فردا على سؤال حضرتك، واحده من النقط اللي احنا ممكن نستغلها هي اسلوب الضغط، ازاي ان مروان هو اللي يضغط ما يضغطش مع بعض طبعا. لا عشان ما يتحرقوش، واحد بس يضغط وواحد من ورا، لان لو الكره البينيه اتلعبت ما بين الاثنين هيبقى هنا مشكلة. في خطوره طبعا على خط الوسط. طيب عايزين نعرف زي ما عرفنا يمكن اتكلمت على الشكل الهجومي لفريق المريخ واهم اوراقه، عايزين نعرف كمان يعني النادي الاهلي يبدا منين، ايه اضعف خطوط نادي المريخ، نشتغل من انهي، من الشمال من اليمين من العمق، نستغل ازاي نقاط ضعفهم، خاصه في اعتقادي لو استغلت الكلام دوت في خلال الشوط الاولاني هتسهل عليك المباراه. نعم 100%. يعني لك ان تتخيل يا كابتن هاني ان نادي المريخ السوداني في مباراه الذهاب هنا في مصر لعب بطريقه 4-1-4-1، يعني لك ان تتخيل ان هو بيلعب في خط وايه، وال 4-1-4 الامامي ده كان فولس ناين، ما كانش مهاجم صريح، ان هو ساعتها ما لعبش بيه عبد الرحمن حسان كان على الدكه. فلك ان تتخيل ان هم حطوا في نص الملعب ما يقرب من 4 لعيبه نص الملعب في القلب في العمق. طيب. عشان يقفل اختراقات النادي الاهلي. واحده من النقط اللي احنا اشدنا بيها ساعتها بخط وسط النادي الاهلي ومجدي قفشه هو اللعب ما بين الخطوط واجاييه، يعني ساعتها احنا مجدي قفشه خد نجم المباراه واجاييه عمل مباراه ممتازه جدا، واتكلمنا كتير على موضوع اللعب ما بين الخطوط. وبالتالي نادي المريخ السوداني ده بيدينا الايحاء ان هو مثلا لعيب زي توني، لعيب النيجيري، لعيب ضخم قوي ولحد ما عنده ورك ريت جيد، لكن عنده مشاكل في المهاره. المهاره هنا بتبان، اوكي انت جسمك حلو وكل حاجه، بس ما الاول معاك كره اضغط عليه بالظبط. لا وكمان في الدفاع، ما هو برضه دفاع مهاره. طبعا انا الدفاع النهارده وانا واقف امتى اضغط، امتى احلق، امتى احط رجلي، امتى اراقبك، امتى مش معاك مان تو مان. فكل المهارات دي ما كانتش عند لعيبه نادي المريخ السوداني، وبالتالي النادي الاهلي محتاج جد كويس ان هو واللعيبه بتتحرك تسرق لعيبه المريخ، نعمل زي ما عملنا في المباراه الذهاب. اكيد طبعا هم هيدرسوا اخطائهم، ولكن في نقطه مهمه، المهاره لا تعلم ولا تدرس خلال ايام. صحيح. مستحيل انا ما اقدرش النهارده اقول لك انا عندي لعيب عنده مشكله في مهاره مثلا ايه استلام الكوره
انا هقدر احلها خلال اسبوع او خلال اسبوعين، ده استحاله لو هي اصلا دي عنده مشكله. وبالتالي واحده من النقط اللي احنا محتاجين نبقى شايفين نقاط الضعف بتاعتهم اللي حصلت في ماتش 3-0. يعني بتتكلم على التعامل مع بالنسبه لي عشان تطلع بالهجمه صح، واكيد النادي الاهلي هيعمل بيلد اب طبيعي جدا. نعم. وجود قفشه واجايه